مساء الخير يا فندم. صباح الخير. ازاي يا حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. سلام. مبسوطه قوي؟ انت بتحب البرنامج باين عليكي. ايوه. جاهزه؟ جاهزه. المغامرون، سؤال ب 10 نقط ولا ب 20 نقطه؟ 50-50. والسؤال هو، ما هي القناة الملاحية التي تم افتتاحها في مصر عام 2015؟ اسمها قناة ايه؟ قناة تدويس. تدويس على البازر. قناة ايه؟ تدويس. قناة السويس الجديدة. برافو عليكي، إجابة صحيحة. بطول 37 كيلومتر. انت عارفة انا سألتك السؤال ده ليه؟ ليه؟ عشان انا عرفت ان انت روحت الافتتاح ده. روحت الافتتاح ده كان حلو؟ اه حلو قوي. فرانسوا اولاند الرئيس الفرنسي كان موجود، وانت كنت مع الرئيس؟ اه. انا سمعت ان الرئيس السيسي بيحبك جدا بقى. قوي. بيحبك قوي؟ برافو عليك. شكرا. بعدين انت غنيتي اغنية مع احمد جمال وكارمن سليمان. برافو عليك يا لبنى. 20 نقطة، إجابة صحيحة. كلنا نحيي لبنى وعمر، عمر ولبنى. اتفضلوا. انتوا عارفين بقى مبدئيا عمر ولبنى ان انا ابني الكبير اسمه عمر وبنتي الاصغر منه اسمها لبنى، فانا كمان عندي عمر ولبنى. ما شاء الله. فاضل مريم بس، يعني ما جاتش لسه. هتيجي، هتروح فين؟